السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. لو عندك الساعة دي اللي هي الجي اي 1000 جي شوك ومش عارف تظبطها، هقول لك ازاي تظبطها دلوقتي. كل اللي عليك انك هتمسك الساعة وتدوس على الزرار ده دوسة طويلة اهو اهو لحد ما يجي لك المنظر ده كده ويجي لك كلمة ست تحتها. كل ما تدوس على مود دي، كلمة مود دي اللي بتقعد تغير في قوائم الساعة. او تدوس كده مود اهي، قال لك اوف اهي، دي بتاعت دي اس تي، ده التاريخ الصيفي اهو تحت اهي خالص اهي بتنور اهي. لا كل عليك هتعمل اهي، دي الوقت اللي هو ال 12 ساعة او ال 24. انا بخلي لي 12 ساعة، اللي هي بعد الساعة 12 تجي لي الساعة 1 2 3، اما ال 24 هيجي لك الساعة 13 14 وهكذا. انا بخليها كده، هاجي ادوس مود تاني. ده الثواني، لو انا عايز اظبط الثواني او ما ادوس هنا اهي كده الثواني صفر يعني صفرت. ادوس مثلا على كلمة مود تاني، دي الساعة بقت 12، هنروح مثلا نزودها مثلا كده، بقت 1 2 3 4. لو عايز ارجعها تاني ارجعها عن طريق برضو لايت اهو، ادوس 12 اهو اهو وهكذا. نقعد نعمل كده 12 مثلا 12 اهي، دي كده حاجة. مود تاني، ده التاريخ اللي قصدي الدقايق، برضو تقعد تظبطها وتعملها يمين وشمال اهي، دي بتطلع دي بتزود. بعد كده نروح ناقلين كده مود، احنا في سنة 23، لو عايز تزودها تبقى 24، لو عايز تقللها وهكذا. برضو التاريخ لو عايز تزود وتنقص بالاتنين دولت وهكذا. وبعد كده دي لو انت عايز تسمع صوت الصفارة، لو انت اول ما تدوس على جاست تعمل صوت الصفارة. وال LTE اللي هي قصدي النور، لو انت بتدوس على النور يقعد ثانية او 3 ثواني وبس. على كده تروح دايس ادجست اهي، بص ايه اللي هيحصل، علشان اشتغلت اهي، عشان كانت الساعة 12 بس كده. كده خلاص اهي، كده دوست على كلمة ادجست، ودي بقى القوائم بتاعتها بس كده. لو انت عندك ساعة زي دي جرب الطريقة دي، ولو حد عنده ساعة دي ابعت له الفيديو. شكرا جدا ليكم، متنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناة. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.